أحبائي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتابي في اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي. إذا أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة، حصة نشيد أمي الصفحة 23 وحدة الأولى الأسبوع الرابع، إذا مجال العائلة بطبيعة الحال. قبل ما نبدأ الحصة ديالنا، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشترك، وكذلك ايضا خليوا لي جيم او اعجاب او لايك لهذا الفيديو. هذا على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. عندنا كما قلنا نشيد بعنوان امي. لاحظوا معي، لدينا هنا صوره اطفال يقدمون الهدايا لامهم، باقه ورد وهديه، وهم سعداء، وكذلك ايضا الام سعيده ب تصرف أو تعامل أطفالها معها. لنقرأ النص. أمي أمي يا أمي، يا نبض الحنان، لولاك فؤادي ما عرف الأمان. أمي يا أمي يا نبض الحنان، حضنك يا أمي دفء واطمئنان. أمي يا أمي يا كل الوفاء، حبك يا أمي من رب السماء. وجهك يا أمي نور وسرور، أهديتك قلبي مع أحلى العطور. إذن للشاعر حسن بيكو، نعيد قراءة هذا النشيد. أمي يا أمي يا نبض الحنان، لولاك فؤادي ما عرف الأمان. أمي يا أمي يا نبض الحنان، حضنك يا أمي دفء واطمئنان. أمي يا أمي يا كل الوفاء، حبك يا أمي من رب السماء. وجهك يا أمي نور وسرور، أهديتك قلبي مع أحلى العطور. إذا فنشيد جميل جدا، إذا نعيد قراءته مرة أخرى. اقرأوا معي. أمي يا أمي يا نبض الحنان، لولاك فؤادي ما عرف الأمان. أمي يا أمي يا نبض الحنان، حضنك يا أمي دفء واطمئنان. أمي يا أمي يا كل الوفاء، حبك يا أمي من رب السماء. وجهك يا أمي نور وسرور، أهديتك قلبي مع أحلى العطور. جميل والله، أنا شيء جميل جدا. إذن هنا معجم المساعد، الحنان بمعنى العطف، الحنان بمعنى العطف، اطمئنان سكون وأمان، اطمئنان بمعنى سكون وأمان. جيد، الآن ننتقل إلى أسئلة الفهم. أفهم من يتكلم في النص، بماذا وصف أمه؟ من يتكلم في النص، بماذا وصف أمه؟ إذن هنا الطفل هو الذي يتكلم في النص، وصف أمه بالأمان والحنان. إذن الطفل حسن بيكو هو الذي يتكلم في النص، بماذا وصف أمه؟ وصف أمه بالأمان والحنان. إذن من يتكلم في النص غنديرو
الطفل حسن بكوبة الشكل هذا. ديروا الطفل، الطفل حسن بيكو، حسن بيكو. ها هي انا مكتوبه، راهي مكتوبه تحت ديال النشيد، او فقط كتبوا الطفل ها صحيحه. هاد الشيء ما تكتبوش هنا في الكتاب، كتبوا في الضفدع. بماذا وصف امه؟ وصف امه بالامن وال، تكتب وصف، اذا وصف امه بالامان، اماني والحنان. وصف امه بالامان، هي الامان والحنان، وزيد والاطمئنان والسرور والنور، يعني كلها صحيحه. أشطب الكلمة الدخيلة، الأمان، العنف، الإطمئنان، الوفاء. الأمان، العنف، الإطمئنان، الوفاء. إذن العنف هي الكلمة الدخيلة في هذا السؤال. جيد. ثم لدينا السؤال موالي، أنسج على منوالي. لدينا أمي، يا أمي، يا نبض الحنان. غنديرو بحال هاد الشكل هذا، أمي يا أمي، ونكملو. ثم لولاك فؤادي ما عرف الأمان، كذلك غنديرو لولاك، غنديرو هنا كلمة ما عرف وكلمة. إذن بداو بهذه، أمي يا أمي يا نبض الحنان، أمي يا أمي يا نور العيون مثلا، هي او يا نور قلبي بحال بحال، يا نور، يا نور قلبي، نديرو قلبي، يا نور قلبي. اذا امي يا امي يا نور قلبي، امي يا امي يا نور قلبي. الجملة الموالية، لولاك فؤادي ما عرف الأمان، لولاك قلبي ما عرف السكون. مثلا لولاك قلبي ما عرف السكون، السكون هو الاطمئنان، السكون ما عرف السكون. اذا كتبنا لولاك قلبي ما عرف السكون. احسنتم احبائي الصغار، بهكا كنكونوا سالينا الحصه ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الماجيه. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء.